مرحبا بكم، اهلا وسهلا بالجميع في لمة جديدة على الوطنية. سعيدة جدا اني نلتقي في لمة جديدة وباش نحكي تفاصيل كبيرة عن الغياب وعن العودة الجديدة للمسرح وكذلك من الاعمال الدرامية المختلفة اللي قدمها خلال مسيرته. سعيدة جدا بان نلتقي الممثل القدير فتحي. مرحبا بكم ومرحبا بالام والنوستالجية الوطنية. قديش النوستالجية هذه محتاجها اليوم؟ ما نوستالجي توا نعيش بها بذكريات، نعيش بها من دعب الى اخر حاجه قضاتنا ما شاء الله يمكن 14 ولا 15 مسلسل كلهم على الوطنيه برسك بخلاف الخواص. الوطنيه كانت الانطلاقه الحقيقيه لفتح ميلاد الممثل القدير. وقتاش كانت الطله الاولانيه عبر الشاشه وعبر الوطنيه؟ بعد مجهود كبير وبقى شويه وشويه مسرح بديت اول ظهور للتلفزي مع نور الدين شوشان الله يرحمه في دعب الاخو ذهب، وقتها جل الممثلين الكبار الكل فيه، بطوله نور عياش، عبد الفتاح خير الدين، ومجموعه كبيره، فضل قلنزه، برشا محسن محنوش، اول ظهور وقتها تاجر السوداني شخصيه صغيره وقتها. ومن بعد جاء الحمامة والساقية. لكن دعب الاخو ذهب رغم انه دور قصير برشا ولكن خلى اثر كبير وحلك مسيره اخرى وفتح لك ابواب. صحيح. الدور صغير 7 ايام معهم، بطوله على الخلفاوي، بطوله الجماعه الكبار كلهم، ولكن الشخصيه لانها متميزه شويه سودانيه، شخصيه فيها تركيبه وكانت بالعربيه السودانيه، مولاتي يا مولاتي، وكانت البطوله انا وسندس حمو، كانت شخصيه هذيله البطوله نتاعها، والتاجر السوداني يبيع في صياغه يا مولاتي، كانت متميزه لانه اللاكسون نتاعها متميزه شويه افريقيه سوداني. هذيك شويه من وقت نور الدين شوشان الله يرحمه حطني في مخه. بعد دعب الاكو اخو دهبل جات الحمامه والصقيع، نفس المخرج الله يرحمه نور الدين شوشان جدد ثقته فيا واعطاني وقتها بطوله الحمامه والصقيع، بطوله درصاف مملوك، عبد الفتاح خير الدين، برشا، حمادي دخيل، نور الدين رحموني، فاطمه البحري، ما شاء الله وقتها حضور بالكدا، بدات الحضور وقتها حمامه والصقيع عنده برشا. هذاك موصل دور الذهبي نتفكر، وانا دور فيه شرير هكا ويعمل بعد نخدم مع الفريق مع بتاف غير الدين ومتلون الدور وقت. هذاك دور مهم، هذا 96 ولا 97. المهم بعد عبل اخو ذهب في نفس المخرج اللي هو نور الدين شوشان الله يرحمه، يظهر لي الحمامه والساقية ونور الدين شوشان كانت اللمسه الحقيقيه والدور الحقيقي اللي قدمك كممثل. عندك عديد الادوار، عديد الهوايات، لون اخر، لون اخر، وهذيك الحمامه والساقية لون اخر وشكل اخر. في عشق وسراب مع حبيب مسلماني زاد الدور ليبي، رجل كبير ليبي ولهجه ليبيه، تذكرت بدلت في حكم الايام مع عبد القادر الجربي شخصيه اخرى، لانه المسرح علمنا كيفاش تنقل من شخصيه لشخصيه، وهذه زابيسيه سهله، ولكن ظاهر صغير شلقه صغيره لاحيه وكذا. عم المولد تقول لي يا كنادي يا عمك المولد يسكت، خدمناه مشات حلوه بطوله انور وفتحي الذهبي. سامحني صابر، عندي شويه خشب بنوصله لخديجه، جايبهم لها حطاب وبعد نوصلك للسوق. يا عاد شبيه ما يسالش، خديجه قبل كل شيء. على سلامتكم يا جماعه. الله يسلمك خديجه. الله يسلمك، هيا هاني جبت لك الخشب. بارك الله فيك عم الوالد. شنو احوالك يا خديجه؟ لاباس الحمد لله. هاي هاو الخشب اللي وصيت عليه. سامحني حطاب، تعبتك معاي. هذا كلام تقوليه خديجة. فتحي، مثلت دور السوداني، مثلت دور الليبي، مثلت دور الرجل الكبير، أدوار كبيرة بالعربية الفصحى، وكأنك كنت تبحث أو المخرجين كانوا يبحثوا على صورة مختلفة للمشاهد اللي أنت حققتها والأدوار اللي أنت حققتها في المسلسلات الأخرين. ما خفتش من تنوع تجارب هذه الكل؟ كما ممثلين، كما مثلا أستاذنا وعزيز علينا عزيز محنوش، ممثل ما نقولش متكامل، معلم يتلون، ينجم يعمل الشرير، ينجم يعمل العاقل، ينجم الخبيث، ينجم المسالم، ينجم يعمل فهمت تاريخي العربية الفصحى. برشا ممثلين في تونس ما شاء الله، كيما نور العياشي، كيما عبد الطيب بوعلاق، كيما هذوما، هذه تجربتهم المسرح، يجبد من المسرح، يجبد من نخلة المسرح، يعلمك كيفاش تنقل من شخصية لشخصية. كي تشد جو 15 مسلسل ولا 16 الأدوار ما يتشبهوش، عربية فصحى تقول شذات هي مدرسة الرسول مثلا نتاع نور العياشي، القضاة تنام مع نور العياشي يعطيه الصحة نحييه، فيختلف، ما حاجة عادية.
فهمت. الاختلاف به اليوم بالنسبه لاي ممثل في مسيرته يلزم يتلون مكانش يقعد في لون معين، مثلا هاوش اللوم على ملومش انا سامحني تفضل كمل كمل احكي. قلت لك تو مثلا شوف اللي حل تو تو جاء تو تو نقول تو 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 الجرون بوبليك والجمهور العريض وحتى المخرجين المنتجين شوف لي حل شبروش يا ودي مش شبروش هذيك حاجه من حاجات اخويا تنجم تستناه اللوتي تفضل اخويا انا ما نحبش المشاكل عايشك مصلي على النبي شو ماتريكس تو من قبيله موزع بالي معاك ورولاكس ونورمال دوريجين انا ما نلغيش معاك ياسر نعطيك محبس ونتعدى هي انا شو دخلني انا خاطي جنتها كلفتي بالسطح نتاعها اما انا هاني طلع لفوق وماشي للربوخ وانت كنت تحب تخلط عليا اتو تولي لاهي بالماده اللي باش نرميك فوق منها اباهي راه مش ديما انا وانا جبيك ماما ليه فما عربيه فما انواع فما شرير فما ذهبي تو ان شاء الله تو تشوفوا ذهبي تو تشوفوا حاجه اخرى يتلون معناها ممثل ما يزموش تحصر في لون معين فما ممثلين اكيكا يحب يخلص انا خويها يحب يختص هل اثرت بعض الادوار اللي هي ديما مكتوبه على قياس بعض الممثلين دور الخادم وما دور العصيص ولا دور الهيكة اللي يبدا قوي وكله يبدا خليقه وما عرفش شنو برشا ادوار كتبت على فنانين ما نجموش يخرجوا منها خايفة. صحيح صحيح كلامك هذا هو هذا المثل يتاكد يتقال على نعيم الجاني مثلا نعيم الجاني قام لن ابعده حتى يعترف ولكنه اعترف اعترف بان الكنز كذبه هذا جزاء من يقول الحقيقه بنت المسرح بخلاف انه قاري المسرح بنت المسرح وتلون لانه هي بدها تقول اخذوا لقيت ريفيه وتعتوها كل ولكن انت تحطت نعيمة جاني خدمت معايا خضراء والكنز مع شو اسمه الهمامي الله يرحمه مسلسل عربية فصح الدرساس مملوك والكلهم وعلي الخميري جنجل بالعربية تحطها لوين ما هي فم مثلين ولا مخرجين يختصر يقول لك هاي نربح هاي ضيع حاضر هاي يجد في دور كذا كيما تو شبروش فم شكون عيط لي بعد قال لي سلاح السيد الله يرحمه ينعمه على على خاطره معزة في سيبتي العزة قال لي باش نعيط لك يا عندك دور اخر كيف هيك قريت 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 قال لي باهي راه انا وصلت للباب حلت سنة قال لك باش تطيح في الاخر شنو قلت له سي سلاح باش نعاود نطيح الله يرحمه ينعمه قال لي انا اخترتك على ذيك قلت له مش ديما شبروش نطيح ماشي شخصيه اخرى خذيت بخاطره وكهو حلقه واحده سيبت العزيز نحييهم الكل يزي مش فهمت الممثل اذا ممثل يتلون يلزم يتلون اسبوعي سرتي هو شبروش شبيك فما لباس مانيش لباس ومنولي لباس لما يرجع الثار فهمتها واللي ما يرجعش الثار اكبر عمار شنية خلي اكل وصفة مازال هوني انا وصفة وانا سردينة اكل لي عمل لي فيها كعبة جغالي واعطاني دم بالغدرة جاتك في دم احمد ربي جاتك باللطف ينتق مازال هوني ولا لا والله ما نعرف اما ان شاء الله موجود خطر انا زاد يستني مغير ف... على كل حال انا لهنا مانيش متزحزح وتو تشوف الرجال اش تعمل ايه ربي معاك ومعي انا زاد بقوش شبروش شحال يهبط خميس عليك على بشارة أهلا بابا إيجا ماما إيجا وانت كان قلبك ضعيف أنصحك تتخبى إيجا بوها إيجا بوها تحب نقسمك على شهرين يا أبت شكي أبت شلقي تيو تيب تيو واو تيب بري ماي جري أم تري تيو تري ويو اللهم صلي على النبي يسامحني خان تعدى شبيك يا ماما تتعدى سهل هو شكونه ماما انا تعرف اخر واحد قال لي يا ماما شقتله ماما ماما مية لا ذاك هو قالها بعد ما ماما مية فتحي اليوم كيفاش تعيش ذكرياتك مع المسلسلات اللي قاعدة تتعاود واللي فيها برشا من روحكم وفيها برشا من ايامات التصوير وفيها برشا علاقة بالجمهور اليوم وكأنها المسلسلات تتعرض لي اول مرة الحقيقة صحيح كيفاش تعيشها لحظات؟ نعيشهم بالماضي لأنه ونحمد ربي عشنا الفترة هذيك أنا واللي معايا واللي أكبر مني واللي مات واللي خدمت معاه كيما مصطفى العدواني وغيره عشنا فترة فنية رائعة كي كانت التلفزة واحدة ما حتى قناة عشنا دراما 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 كتيبة وخدمة وتمثيل وخدمة وبالتالي المتعة الفنية شفناها في الفترة هذيك في جديد نعيش على هذاك واثنين وتو كنا نمشي في حد بفليك وشوفني مريض في كروسة ولا كذا شبروش شبروش حب الناس هذا حاجة عظيمة ياسر أكثر دور اليوم عاود خذ
يعني صادة وعاود خذي بلاستو في الجمهور التونسي في الإعادات. اليوم حسيتوا أنه دار اكتشفوك يا هذا محلي تعدى في وقتها ما ظهرش، لكن اليوم عنده صادة كبير. يعني الوحيد لأنه شبروش حرش قلت يتعاود، لو كان انت يتعاود عايش بشبروش في الحقيقة مانيش عايش بيه هنا. ميلا. الناس عايشة بشبروش خطر عندهم الحق، ما يعرفوش أنا المسلسلات شنو. علاش كنت نحكي لك حتى في الإعادات ليه؟ ليه في الإعادات ميخذر كان شبروش نجي نفهم ونقول رأي عندي 15 مسلسل رو منوعين. لا شبروش لأنه تعاود عقدك شبروش عقدني ما عقدني فيش ما بعد ما نجي المخرجين يعيط لي يقول لي فمواعد قالي باش نكتبك دور كيفو. علي تكتب لي كيفو اكتب لي حاجة عليه هي تعطيني أي دور نخدمه لك فهمت من ويني شكوني المركز التجاري الموازي ماما نحكي عن نصيبة تحفونا ويني مسكرين اليوم بالله يحسن معملت يا فوشيكا أما أخوك مزروب حاجتي بلا ما وعشيرة عشيرة شنو يا ودي شوية مسروف أما لا من وعدك لو كان نتيح ما نحكيش ما نقرش منين شريته فهمت كيفاش كبلك دور شبروش شنو كبلي؟ كبل كبلك فنيا لا ما يكبلنيش حد لك من طموحك أنك كنت تنجم تعمل برشا حاجات بعد هو خدمت قضاة من تاريخ أنا رجعت العربية مدرسة الرسول أعلام في الغد خدمت أستاذ ملاك 2014 أما مش شبروش مش جو شبروش أخرى. أي لو كان يتعاود حتى هو فهمت هو متعاود هو محظوظ شوف لي حل مش أنا شوف لي حل محظوظ لأنه محبوب عند الجران بيبليك وبالتالي فاميليال ونظيف في الحقيقة من الأخر دراما نظيفة وكاسحة وليمور أكل ليمور سبونتاني والله يرحمهم اللي ماتوا هذاك اللي سكن في وجدان والناس اللي حبوه أجيال تربت عليه لأنه يتعاود صغير يكبر كبرت به هذاك عليش هاو العاصفة زادة ما شاء الله الدوار كيتعاود ما شاء الله الظفاير ما شاء الله مسلسلاتنا القديمة الحقيقة هك فما دور ندمت عليه فما دور ندمت عليه وفرحت من خدمته شيء اللي هو في السينما فما مخرج معروف بالكدا ما نسميشه وعطاني نقرأ في السيناريو والاسيستون تاعو قريت نلقى كلام ما شبال حد شيء نتاع شارع قلت له باش نبدل الكلام قال لي قلقني قلت له حط سيناريو باش نعمل لك كاستينج عملت امبرو كلمت كلام من عندي وحطيته قال لي برافو بعد كلمني ثلاثة ايام قال لي المخرج حجبه عجبته راهو اما دورك راهو لقيناه واحد اخر قال لي فما ممثل قال لي راهو كان خدمت 17 مليون راهو عندك جمع راهو 17 مليون مش تحط لي مليار نخدم غادتك فرحت الحمد لله ما خدمتوش كيما عملها محنوش وذاك قدوة متاعي محنوش جاء في لون متراج في فيلم معروف بالكدا نجم نقولوا عليه نقولوا عليه في سابونار صايح من ذب نقول عليه ها ويمثل معناه بلاش حوايج ويتعذب وكذا رفض عنده قيم محلية مش تحط له مليار وانت شنو الدور اللي كنت كلام زايد فيه مش عارف اللي كنت انت اللي كنت باش نخدموا فيه كلام زايد نتاع شارع قال انت راجل برا تقول ما نقول وبعد ولا عند شكون الدور خذيه خليهم ربي يعينهم شوفوا الفيلم انت نعرفوا شكون الشخصيه ربي يعينهم المبطل بطل الفيلم قال لي يا فتحي لو كان خذيته راك 17 كيلو تاخذ انا كيلو ولا ورفضت وربي عوضها لي بحاجات اخرى الحمد لله اليوم المالي نجم يغري الفنان يغريه الحقيقه يغريه هاي عشيرتك يا سلي يا باهي محلاه الواحد ياكل خبزته بالحلال فهمت كيفاش انا حاضر توا فهمت كيفاش ايوه ياب بوشيكا بالحق خوف وكما يقول المثل اللي خاف وقلبه هشوش انا جاي من شبروش يا ولدي اسكت ويزي من حسه برا مش عامل يقول نيرك اوكي ماما برشا ما يعرفوش كيفاش كانت الانطلاقه والبدايات منين انت اصيل اي منطقه كيفاش البدايه نتاعك خلينا بما انه اليوم احنا حلقه خاصه بك انت خلينا نتعرف عليك اكثر عن قرب على عائلتك على البدايه نتاعك اي باش نختصر باش ما نطولش خاطر يحب لازم دي سيناريو انا اصلي من قبلي بابا والله يرحمه اسمه ناصر كان حتى كي جاني لتونس دي ستون ما رجعش عمره يتكلم عبد السلام عبد الكريم شيني مشالك مازال محافظ على اللهجه
الجنوبيه نتاع قبلي فهمت عمومات الكل، وثم مولود في باب السويقه في الحلفاويين، قريت في الحلفاويين بعد مسرح وطني شوف بعد الصدفه قريت فيه في البريمير، وبعد جاء نهار وليت خدمت فيه مسرح الوطني الرهيب مع منير العرقي. شوف الدنيا وطحت هنا على رقبتي وهاني توا وكذا عليك، وشفت الصدف كيفاش. ومن بعد الجمعيات والمدرسه باراليل مع القرايه والجمعيات، جمعيه الزيتونه مع كمال الهلالي بدينا غادي العاصفه، ومن بعد مع نور الدين المطماطي تحيه ليه، ومن بعد عبد الحكيم العليمي، هذوما في الجمعيات. وبعد دخلنا في الشركات ومع يحيى يحيى الحلقه، خرجنا المغرب جمعيه نشط مليح، جوائز في قربه الله يرحم وقتها اعلنا عليها نجيب الخطاب جائزه قربه في مع الحلقه الغربه. بعد الجمعيات هذوما الكل دخلنا في الشركات، دخلنا في الاحتراف بعد يمكن 40 مسرحيه دخلنا في الاحتراف، بدينا نخدموا في الاحتراف بعد مع انور العياشي يوم باراليل مع بعضنا خاطر فهمت، نخدم هكا وهكا فهمت بالشويه بالشويه. وبعد جاء دعب الوقت خلطت المسلسل عبطيف خير الدين تحيه لي هو اللي عرفني بالمخرج. وما دام ابو النعمان حيا لم يمت فلياتي بنفسه لمحادثه نهى. هو الان هل من خدمة نؤديها؟ اليوم رجعت للمسرح بقوة وما حبيتش تغادر رغم أنه الإغراءات في التلفزة أكثر والنجومية أكثر، ولكن أنت بقيت متشبث بالمسرح. ما حلاها كلمة قوة، قلت إن شاء الله ربي يعطيني القوة، ما رجعتش بقوة بالجهد اللي أعطاني ربي لأني صحيا ما عنديش قوة. أو باش نحكيه صحيا بعد شنو اللي صار، لأنه فنين في 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 تجربتك انت لطف عليك وفي مرضك انت وعلى كرسي وكل شيء نتصورها حتى نفسيته ما عندوش القابليه انه باش يرجع، لكن انت قاعد تحرك وتمشي وتعمل صحيح. في مسرحيه جديده تنحكيو عليها صحيح. وهذا كنت قبل في النقز ياسر في المسرح، خاصه المسرح الطفل المسرح نعم مسرحيه منها هاو مع البريكي هاو مع نور الدين العياد هاو مع شو اسمه الانور عياشي هاو مع صياري هاو كذا. انور يقول لي نقص عليك، قلت طف 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 وين تنقز، يقول لي هكا فما شكون ممثل قال لي هكا تنقز، قال لي هاك مرض من التنقيس يا اخي ربي عطاه خيره. المرضى اللي جاتني والحاله اللي وصلت لها فما شكون ربي بعث لي اشخاص منهم السيد اللي بحذانا توا سي البشير، هذا يخرجني من الحاله شبه ياس نتاع ياس. شنو اللي صار لك؟ اللي صار مرضت التهاب في الاعصاب، نجري نعم في الرياضه ندور ما فهمتش بالنهار اثنين شهر ثلاثه اربعه ساق ماشي وتيبس طبيب اثنين 11 ما فهموش. في الاخر مشيت لك الطبيب الهنتات اللي يداوي سي حسين محنوش شرب يشفيه، قال لي عندك التهاب في النخاع الشوكي شبيك خلط طاو، شديت الكان العكاز وقت رقدت في السبيطار نتاع مره واثنين ثلاثه كورتيكويد مشى معايا من الاول، بعد حتى لين الحاله زادت وصلت في الكرسي طاول كيني. في الحاله هذيك فوتك اول فره قويه لانه قعدت في الكرسي كنت ندير ندور يعني مغرب او جزائر او فرنسا وندور عروض او ندور، وكي لقيت روحي جاني كل يأس ولا قبلك الكرسي يا اخي ربي بعث لي السيد هذا ياسر البشير هذا واللي هو رئيس جمعيه نتاع المعاقين واللي يعاون في سيدي ثابت واللي حبيب الفنانين الكل، جاب لي كرسي اخرج قال ولا كل يوم يخرج ثلاثة شهور مسكر في البركون فوق ما عادش نخرج عن طريق العياشي، وجابني هو اخرج اخرج خرجني، بديت نرجع بشوي بشوي. وده وقت العياشي معاها وقتها بالبيكي عمل لي مسرحيه جزاء العادل وقتها بالبيكي، الحاله زادت مسرحيه الاخرى بدلها زوز بيكي زادت الحاله عمل لي حال الحاله زادت في كرسي عمل لي مسرحيه خاصه بالكرسي. فتحي انا باش نسالك على كل مسلسل شاركت فيه وانت باش تحكي لي على اهم ذكرياتك. مسلسل دعبل اخو دهبل، دعبل اخو دهبل ما عنديش فيه برشا ذكريات لانه يعني عندي فيه حضور شويه، ولكن سيكونس شباب ياسر عاوني فيها سي حسين محنوش وقتها شخصيه التاجر السوداني يحكي بالافريقي هكا مولاتي يا مولاتي، عاوني شويه وقتها جديد علي التلفزه ما جبدني حسين محنوش اخدم هكا اخدم هكا ريلاكس وخدمتها. وانا وهذيله نبيع في الصيغه هذيله 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 ولا في الصخير سنت حمو، ونتفكر وقتها كملنا سيكونس خدمه خدمه قويه ومسكنا نمشي كملنا سيكونس نسمع في صيحه تعيط في الكولوار في زيني فيلم كنت تفكروا كان قبل نلقاه طاحت صيقه تفسعت الواد بسم الله الرحمن الرحيم كان ناعين، هذيك ذكريات ما ننساهاش وقت. الحقيقة سيعرفها مولانا القاضي. بل سنعرفها الآن، نعم الآن. انتظر انتظر يا أخي قليلا حتى تفيق المرأة وسترى. لقد أغمي عليها المسكينة فهببت لمساعدتها. القاضي وحده يعرف كيف يحسم في الأمر فلا تتلكأ، هيا. والمرأة هل نتركها هكذا؟ ها هي ابنة مولانا القاضي في خدمتها،
ثم إنني أرسلت في طلب الطبيب ولعله في الطريق إلى هنا. ثم ما شأنك أنت؟ هيا اسحبني إلى القاضي والزم الصمت. طيب هل أغلق دكاني؟ لا بأس أغلق. منافق يدعي الورع. أعوذ بالله. وقتها خضراء والكنز كتبوا علي محسن العرفاوي الله يرحمه، الله يرحمه، رائع جدا الفيلم، مثلوا فيه تلة ممثلين، نعيم الجاني، درصاف مملوك، حسنوا برشا 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 ممثلين، كل علي الخميري، مرسف السويسي الله يرحمه، وحمد معاوية. فما سيكونس نخدم أنا لأبو الحسن حارس، فما سيكونس الله يرحمهم الزوز حمد معاوية ومرسف السويسي، يخدم أمير وأمير أفريقية والآخر يخدم الوالي، عاد قال جملة عربية والآخر جملة عربية والآخر، كل واحد يحب يقفل زيد من عنده الله يرحمه مرسف البتة، يقول قاضي قالوا لي أنا نقفل، تعاركوا في الحقرة وخرجوا عن النص، يسيس فيهم الجلولي ونضحكوا مش لعب ملايا رائعة. الممثلين اللي شاركوا معاك الأدوار الكل، أكثر ممثل ارتحت معاه وانت تقدم في دورك؟ برشا باين. أعطيني ممثل فقط ارتحت فنيا واكتشفته ما كانش عندك بيه علاقة. مصطفى العدويني محليه الله يرحمه، الله يرحمه وينام، في حكم الأيام عندي دور صغير راهو يخدم شوية وبعد يوري يقري فيها في الدنيا القدام، نكمله في تبرسق وقتها في تاكلس نصوره ويطلع في تصاعد يقول لي دزني ولدي عاش عندي ساقين جهد تاع هكا نمشي شويه ويقعد هنا يكمل لي سيكونس يدخل غادي يصلي المغرب ولا كذا ويخرج ينصح فيا يقري فيا ورد بالي قال لي رانا خدمنا صورنا فلوس افلام اخذ المستقبل والله ينصحني برشا يرحمه والله هذاك راحه نفسيه تهالي كثير. اكثر نصيحه اليوم لقيتها انها بالحق اللي قاله لك الله يرحمه مصطفى العدويني وقفت على الكلمه هذيك. صحيح صحيح قال لي رانا خدمنا واللي ما فكرش في روحه راهو علاش ما عادش تلقي اللوم على حتى واحد لو زار على حتى شيء القي اللوم على روحك انت اخترت باش تتفرغ المسرح اعمل حسابك. فما ممثلين عندهم سالير شهريه مرتاح في حياته يعمل فن بالبوليس مرتاح، فما اللي ما عندوش خمم قدام وما نتصور تحقيق ما اللوم على حد رياضي يزمي يخزر قدام. انت وضعيتك اليوم شنو هي؟ الحمد لله رزمو هكا وهكا منعت روحي شوي. فين منعت؟ الحمد لله مستقر مستور هكا مانيش محتاج الحمد لله. ما عندك شهرية؟ ما عندي شهرية، عندي شوية منحة من الوزارة. وزارة الثقافة. وجبوج باش نعاود نرجع للمسرح باللي عندي بالجهاد. شنو تطلب اليوم؟ ما نطلب حتى شيء. شيء ما نطلب. نطلب باللي نطلب الجيل الجديد واللي يحب المسرح وبرشا شباب وصغار وبنات أما نحب ندخل التلفزة. إيجي هنا نقول علاش داخل التلفزة؟ تنجم تخرج تظهر بطولة وتقعد 50 سنة ملوح. حاجة تحبها أمشي لها. ما تحبهاش ما تعملهاش ما تضيعش وقتك ما تضيعش وقت بوك هذا اللي صحيح فما برشا ممثلين ما شاء الله كل عام يخدموا ما طايش 50 سنه فما برشا ما عندهمش ما عندوش موهبه اه ممثلين كبار يقعدوا بالسته وسبعه سنين ما يتعودوا لهمش وين يا مال بكوش العزيز الغالي وين عبطي بو عليه وين 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 بالك الادوار اللي كانت في المسلسلات ما هيش في مقاس الفنانين هذوك توا ربما موجه اخرى انستغرام ونجوم كذا كيفاش ترى الموجه الجديده اثرت بالساحه ما اثرتش بالساحه ذكي كما الجوارات كما الملاعبيه القدم يلعب على الكره والمريول الجوارات الجدد يلعب على ساقه رسميلي ساقي قداش عمرك فنيا 5 سنين 6 سنين رجل امورك مثلا شنو يعني معناها الجيل القديم فما جوارات مع الاسف شديد الله ان شاء الله يكون معاهم هما اللي مات لخايب وتعب وفيعتبي القدم الزيتوني والقدم الجيل الجديد خمم في الفلوس الكونترا والدنيا خمم في مستقبله فما شكون يلعب على المريول على المريول فن الفنانه فن ثم حياتك كرامه فتحي ما دام حكيت لنا رايك بتبيع فتحي ما دام حكيت لنا انت على جواريت شنو جمعيتك بقلاوه الملعب التونسي كان يسميوها لانتر وما غالب شويه زهرها ساعه تكون في الجوارات تنور على البراني هذيك تكون الملاعبيه وما غالب ان شاء الله تبع فيها تمشي لها معاش تبع على كوره لحد شيء نحبها علاش مش مغروم بالكوره بابا غير كيكا علاش لقيت العائلة تحب البقليوة ولا أنت حبيتها؟ لا أخويا مكشخ. عائلة كبيرة ذي. والآخر كان يحب الترجي ولا بقليوة؟ بقليوة كهرباء. شنو يكون في العائلة عندكم؟ يكون في الترجي يمشي البقليوة؟ ولا تبعك أنت قنعته؟ أنا قال لي لا قالت البقليوة خاطر طاحت ما عادش نحبها، لا قلت له في السراء والضراء نحب حاجة نشد فيها صحيح. طايح صاحبي ولا مطايح معايا؟ ما زلت تناصر فيها لليوم. في كل شيء، في كل شيء مش حتى في البقليوة. صاحبي مش خاطر لاباس عليه نخزر له
طاح نمشي له، ما لبس عليه نمشي له، مش لبس عليه دي اذا تبدل تولي برغماتي. شكون الفنان اللي تحب تسمع؟ نسمع اغنيه. ايه موسيقيين. ايه موسيقيين عازفين اللي تتصلت انا معاه. يا خودي تبدا بالمعلم عدنان الشواشي ما شاء الله، وانت جاي وشناي اقول لك برا مذوك. اكثر فنان فنانك المفضل، اكثر فنان تحبه؟ عدنان الشواشي. فرح مرة حبيت مرة مرة، فرح مرة حسيت جمرة والنعاوي فيا يتسب. فتحي ميلاد شنو حلمتك اليوم؟ ويعطيك الصحة أنك كنت ضيفنا اليوم في لما ونجوم. أنتم بارك الله فيكم، هذا واجبنا. فسخانة زادة وحلو البرنامج نتبع فيه برشا إن شاء الله. هو حاجة تنور ديما، إجبد تجبدوا في القدم، مش معناها تنفض عليهم الغبرة، هو واجب بارك الله فيكم. هو ما يتنفضش عليهم الغبرة، هما التو مازالوا نجوم. نعرف، أما فنيا تقولش عليهم ما يعيطوا لهمش، فهمت؟ الكبار نحكي على الكبار، عيسى يزمو يتوجد، حسين محنوش توجد، عبد الغني بن طارة، أمال بكوش، عبتي بوعليك، ورد العياري، برشا برشا محليهم، الأزهاري وين وما بنوا محليهم. فتحي نحسك مقهور عليهم الممثلين. مقهور خاطر يلزم يخدم. بل ما عادش تو أنت هذا ما عادش عندي تو أنت تقعش وغرام، ما تجيبليش ما عادش حاجتي، ما عادش عندي رغبة في الضوء والتلفزيون. نحب هذوكم هذوكم اللي تأسس بهم المسرح، كنت تفرج فيهم في التياترو، أمال بكوش نتفرج فيها في قمرية جنجل، راهي عملاقة، وراهم نتفرج فيهم عيسى حراث والجماعة معلمية. ما ينتنساوش
فهذاكم هذوكم امتداد للجديد. بالطبيعه جيل جديد يلزم ياخذ يتعدل، مش بابا يرحم واقع هو فيه. فما انا نتفرج في مسرحيه منى نور الدين وكوثر باردي وجلال الدين السعدي في مهرجان باردو، وهو ممثل جديد متخرج من جديد، قال لي هاي يز شنو المسرحيه؟ اسكت. قال لي يزيهم خدمون برا روحك، شنو يزيهم هما باش تبدا انت؟ كي بلا بهم باش تبدا، بلا منى نور الدين باش انت؟ فتحي توا انت قلت لي كلمه توجع شويه، قلت لي حتى تلزم عشان نفكر فيها. مش علاش ماش فكر فيها؟ اول حاجه هل نظر سمحني نظرا لحالتك ولا انت في مخك هكا؟ يعطيك الساعه حاس فوري بحجر. قلت اول حاجه حتى كان جات حالتي لاباس عليا سنوات ما عادش عندي رغبه باش نمشي الكاستينغويت وكذا، كان فما مرتاح ما عادش عندي رغبه. اثنين سيرتو توا احنا مع الناس صناعه فنيه. انطوني كوين سمعت وقتها مريض طاح في كرسي قعد ستة شهر يخدم. جميل جودي برشا فما بلايس عندهم، انا مع الناس نعم ما تجيش اكتب لي سيناريو خاطر كرسي مريض، قال لهم انه صحيح باش يلقى بلاصه. قلت لي باش تعد بلاخو تاكسي ساعات التالي عنده ساقين يجي. نحبك برشا مني كم راح في انا تتمشى، غزرت ثبت شفتك جايا. نحبك فين ما مشى كم راح في انا تتمشى، غزرت ثبت شفتك جايا. وكنت تراني تعمل عليا بنعاد، كنت تراني تعمل عليا قنديل بابي من نار الثاني ما يضري كان عني حذايا. حبك وانت نسايا رحلة غريبة وما بين ضحكة ودمعة سكيبة. قريت في شعري أول شيبة، فطنت بصغري صاروا راما. السقيفة العزيزة أتمنى لك فتحي أنك تكون لاباس وأنك كراك في المسرح، إن شاء الله صحتك تكون أحسن وإن شاء الله روحك زادة في أدوار علاش ليه اليوم. وشنو تحب تقول كلمة أخيرة وشنو هي أمنيتك للناس اللي يحبوك واللي يشاهدوا فيك؟ بارك الله فيك ويعطيكم الصحة على الاستضافة. قبل ما نقول الناس والناس شخصيا اللي كنت باش نقول لك اللي كنت وأنا سمعت ديجا نتبع في البرنامج والظاهر أنت عاملة إخراج وبالكدا. نتمنى مش نتمنى ما عندكش شوية يلزمك، ما فماش علاش ما تعملش الدراما إن شاء الله بالحق بوردوبون
ان شاء الله، لان معنا كعبات نساء مع شويه فهمت، ولزي ان شاء الله تولي صناعه فنيه باش الناس كل تخدم، وجيل جديد يخدم واللي جاي يخدم والبلاد ترفع الناس الكل. ما فماش فماش علاش هذاك يخدم وهذاك لا، لي بريفي يدبر راسه ديما اللي ما يلم لا ما يرجع الوطني. لكن قداش بتهز الله ان شاء الله ربي يتحرك الدولاب منوت الحمد لله نموت مرتاح والحمد لله وعلاقاتي بالناس باهي ما عادش عندي عند حد شيء الحمد لله شيء ما نحب. والعائلتك الناس كل بارك الله فيهم والناس كله لتونس ان شاء الله تونس بخير ان شاء الله تونس بخير ان شاء الله يحفظنا من الفتن فقط اهم حاجه اهم حاجه الفتن اللي تقتل الفتن فما ناس عندها فيروس نتاع باريس ما فماش الناس فما ناس اللي عندها قلبها كبير موجوده ديما البروتاغونيست من قديم الزمان المضادات موجوده الباهي والباهي الباهي يغلب ان شاء الله باذن الله خلينا متفائلين ان شاء الله متفائلين ان شاء الله يا رب التلفزه ترجع كما قبل تنتج بالاربع وخمسه مسلسلات خلي يجبدوا القديم وجديد ان شاء الله الدراما نبيعوا اذا كان وصلنا نبيعوا دراما تولي صناعه راهو تهنينا على البلاد اقتصاد الكل يدور كما كانت قبل في توزر سينما ودنيا ان شاء الله ترجع ان شاء الله ان شاء الله. فتحي نتمنى لك برشا نجاح برشا توفيق ان شاء الله يا ربي يشد لك في صحتك ان شاء الله نشوفك المره الجايه في حوار اخر وانت احسن واحسن ان شاء الله. شكرا لك انك كنت بحضيه اليوم في لما ونجوم نفتخر بوجودك فنان وممثل وان شاء الله زيد نراوك قريبا بالمسرحيه الجديده في كل المسارح التونسيه حتى تتعاد البسمه من جديد الفتحي وحتى جمهوره يتمنى عليه ويمشي يحتك بالجمهور اللي توحشوا عنده مده. هكا نكون وصلنا الى نهايه حلقتنا وعددنا لليله من برنامج لما ونجوم نلتقيكم ان شاء الله الاسبوع القادم مع نجوم آخرين ومع جلسة فنية فيها العديد من الذكريات وأهم الأعمال اللي تبصم الساحة الفنية التونسية ومع كل طلة لكل فنان إلا وتكون عنده ذكريات. هذاك علاش في لما ونجوم كل أسبوع نلتقيكم باش نحكيوا التفاصيل هذه. صباح الخير وإلى اللقاء.